أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك كتاب صدر في المكتبات بعنوان إسلام أحد الزوجين لرجل مقيم في بريطانيا، ويذكر في الكتاب أنه يجوز للمرأة المسلمة البقاء مع زوجها السابق ولو كان كافرا، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ هذا قول باطل، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم. وش يقول بهذه الآية؟ هذا إما أنه جاهل وإلا أنه مضلل. وآية البقرة: ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ماذا يقول في القرآن؟ هذا إما أنه جاهل وإما أنه مضلل مخالف للقرآن. نعم، فيه من أفتأ، فيه من أفتأ بأنه يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر، فيه من أفتأ بهذا، ولكنه ليس من أهل العلم، إنما هو من رجال الفكر كما يقولون، من رجال الفكر والمفكرين، وليس من أهل العلم ولا من أهل الفقه. نعم.